سؤاله الثاني يقول: ما معنى الآيتين الكريمتين في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهل بينهما نسخ أو تعارض، وماذا نستفيد منهما؟ بين الآيتين إشكال، نعم، ذلك أن الآية الأولى فيها أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يملك سعي غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فملكيته محصورة بسعيه ولا ينفعه إلا سعيه. بينما الآية الأخرى فيها أن الذرية إذا آمنت فإنها تلحق بآبائها الجنة وتكون معهم في درجتهم، وإن لم تكن عملت عملهم، نعم، فالذرية إذن استفادت من عمل غيرها. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء. الآية الكريمة تدل على أن الذرية يلحقون بآبائهم في درجاتهم ويرفعون معهم في درجاتهم وإن لم يكن عملهم كعمل آبائهم. ظاهر الآية أنهم انتفعوا بعمل غيرهم وسعي غيرهم، بينما الآية الأخرى تفيد أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه. وقد أجاب العلماء عن هذا الجواب بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الآية الأولى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مطلقة، والآية الثانية ألحقنا بهم ذريتهم مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر في علم الأصول. نعم. والقول الثاني أن الآية الأولى تخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا ينفعه إلا سعيه، أن الآية الأولى تخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه، ولكنها لم تنفي أن الإنسان ينتفع بعمل غيره من غير تملك له. فالآية الأولى في الملكية والثانية في الانتفاع، أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره وإن لم يكن ملكه، ولهذا ينفعه إذا تصدق عنه وينفعه إذا استغفر له ودعي له. فالإنسان يستفيد من دعاء غيره ومن عمل غيره وهو ميت، والانتفاع غير الملكية. نعم. فالآية الأولى في نوع والآية الثانية في نوع آخر ولا تعارض بينهما. هذا الجواب أحسن من الأول في نظري، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذا الجواب هو جواب الثاني، هو الراجح في نظري. وفي جواب آخر، وأن الآية الأولى منسوخة. يقول: الآية الأولى منسوخة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه منسوخة لأنها في شرع من قبلنا. نعم. لأن الله تعالى يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه تحكي ما كان في صحف موسى وصحف إبراهيم عليهما السلام، لكن جاءت شريعتنا لأن الإنسان ينتفع بعمل غيره فيكون ذلك نسخا، ولكن هذا الجواب ضعيف، والجواب الذي قبله أرجح في نظري، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. لا يحمل القصد من الذرية هنا هم الأطفال الذين يموتون قبل الحلم؟ لا، المراد بالذرية عموم الذرية. عموم الذرية. عموم الذرية. نعم.